نعم، هل يبقى لرأي نظام بشار الأسد بالعملية التركية أي أهمية حال قررت تركيا القيام بها؟ لا أظن أن يعني لبشار الأسد اليوم أي دور، يعني هو اليوم من يحكم سوريا ليس بشار الأسد، إنما يعني روسيا والميليشيات الإيرانية المتواجدة اليوم في سوريا. بشار الأسد هو مجرد يعني صورة يعني يستخدمها الطرفان، يعني تستخدمها روسيا وتستخدمها يعني إيران. لا أظن أنه يملك السيطرة على إعطاء أي قرار، لكن هو أيضا يستغل يعني هذه المواقف من أجل أن يعطي أن النظام لا يزال هو صاحب كلمة وصاحب يعني رأي وصاحب موقف ولديه قدرة على التحرك والمناورة. ولكن مع الأسف الشديد أن يعني يعني يستطيع أو يستغل هذه المواقف من أجل ربما الهدف الذي هو يريده هو العودة إلى المجتمع الدولي، ويعني أن يأخذ الصورة أنه هو يعني الدولة هي التي تبسط يعني سيطرتها على الأراضي السورية وهو الحل الوحيد بدون يعني عودة سيطرة الدولة أو النظام على كل الأراضي السورية لن يكون هناك حل. هو يجيد ربما استغلال مثل هذه يعني الأمور التي تدور ليس بإرادته إنما بالإرادة الدولية يعني الأمريكية والروسية.